رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف الشيخ موسى ابن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة في باب الأذان، قال: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يعاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متظهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. قال الشيخ: فإن تشاح حديئي اسكوبتان انت دوني سيني آذانته فيه في الأذان اثنان اللبو هذه اللبو اي وقت بغن اي سوي مادان آذان كي ومن البعو دوني انو آذانه قدم وحال هرمريا افضلهما كودي فضي بغن فيه في الأذان أذان كده في سكيك فضي بغن ويعني عد قرحون حقا قدك حقا قد ديري ذا حقا من عيغاس ثم هدنا أفضلهما كودي فضلا في دينه دين تيس يعني حقا ضاعبه بيه وعقله حقا عقله يكسك ثم مركب حقا من قفك يختاره الجيران درسكو دورت تتكى أهل المسجد كأهل المساعد كتبك له ثم مركك بعدي قرعة والله قرد فوريا وفكي قرعة دي السصور وحضة ومضى أذاني وهو أذانكو 15 جملة شنية من جملوي إرى يديس يرتلها قفك أذاني أكلا ديك ديك أيوه جملة جملة بكو أذاني على علو
مكان صغيرا وينو كو هذا وتظاهرا حاله يهي من ظهر رقبة مستقبل القبلة حاله يهي من قبلة وجهي لمركو هذا مير جاعلا حاله يهي من يهي إصبعيه لبدي سفر في أذنيه دقاه قليي مركو هذا مير غير مستدير مد وريغ يغير كينو يهي ملتفتا وانه يهمن ملع سنه يؤيغ في الحي على حي على بدحذيذا وحي على الصلاه حي على الفلاح يمينا وشمالا مدك يبيس قائلا حاله يهيكي اورانيا بعدهما اي بعد الحي على حي على ذا حي على كين حل ولا حي على كلا شيء ذا كي اورانيا في اذان الصبح حاله يهي اذان كصبحا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وينو إلى هذا مرتين لوجه حان هل كان كجرني آذان كيبان كجرني درسيقي هران كغسو هرني آذان كي إيه إقامة الله 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 إيه آذان تيلا كفك مؤذن كان نقونا ياهي إمامان الصوشي من الصفات وينو أهلا نيقف صيتا صوت دير عندنا صوت معان عندنا سمارة في محوها سلو آدامي وقدني يعني كلا ديك ديك إياه كلمات في حرفه أمينا وينو يهي قف آمنه وقتي قالوا آمني عالم وإنه يهي بالوقت وقتي قالوا إنه عالم كي يهي باللو يسئيه هي بستان كي سبا شروطها سنصوى مرمي قفك مؤذن كان أذانكم مرمي فضي بدبو لي يهي كنتي لا يغران كسوه كليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله جاك قول ونكسن قفك إلى هيدا تقوي يا رب قفك مؤذن كهنا يدعو الناس إلى عبادة الله إلى الصلاة إلى الصلاة صلاة دي ريا ولبا كلمة التوحيد أي أوي ريا مرك فضل وينك صار وري أداك وهذه كتا مرك وانا تصنري أصلك وحوي هاي قفك مؤذن كهو آذام ياهي إنه النقضة قف متضوعة قف متضوعة وإنه النقضين وأجرى ليس إنه أجرى الوقع تاهي وغفو أجرى كدلبه وثان صامت من الحرام بيهيد وتحفم أجرتهما إنه إذا الغف وآذام ياهي ليسي أجرى هدي ليسي لكن جعالة وفي الله يلو الله قدره والله قرطه وهو نادى المهم يعني أذانكو قون عباده مكا قفكو انو كتبو عبا حبون ما يعني فضله أوليه مكا وحدعي كرتا لفضله دد بغني إني وديار قروان وقفل باير أنا آذامي أنا آذامي إن ليس قصد صورة قرطه أنا آذامي أنا آذامي الله بقف المتضوعين هي أكثر ناس كو قفصة في مرك سيلوك الحالين يا مرك يعني الله بقف هي وحكة بغن هذي ديار أم غلان آذانك ونول بقى فضري يسدوني سيلو حالين يا أدوك الله يا شيخ كلا يا شيخ فإن تشاح هادي اسكو عريريان اسكو بطان و اسكو بطين إلا آذان كان قفل ربا عنده آذان الله ذي قف إسلام آذان كرت هذه الوقت القيبية أو قادة و أيضا هو حل لكن لما ذي بوح اسكو إسلام أنا آذامي أو قادة أنا آذامي مسجد كان أنا كآذامي أنا كآذامي قال اسكو إسلام هذه اللي اسكو قفصله فإن تشاح هدي اسكو
الشيطان سكو إليريان سكو قربيان أذان كي فيه أي في الأذان أذان كي هذي سكو قربيان سكو بطان سكو إليريان إثنان اللبا يوحي كبرضا سيلا يلي قدما والهر مرنا يا أفضلهما كودي فضي بلن فيه في الأذان أذاك ديحدي سكيكو فضي بلن بالهر مرنا يا مسجد كيبا مغلن يوحك بلن إسو استاكتي أنا مؤذن كنغري أنا مؤذن كنغري من البعنا فضلق أذاك دوني متك السنة ومتضوع خالص مينيا ومساجد كي مركز أنا مؤذن وعينين لكن مسجد كي مؤذن له ومؤذن لو عيمي مؤذن كسر عيمي بقى الله قدام بيني دو حلقة حلقة يا مسجد أن وليق مؤذن لو عيمين بقى الله اسكو خفصة بي مركة الله اسكو بطي قدم وحال هر مرين يا أفضلهما فيه لبدو ذاكيك فضي بضن أذانك فضي يرى أذانك وشروره أن صامر نيب إنه يأي حسن الصوتي هذا قوي الصوتي إنه يأي صوتي سو قوي يأي متفع يأي ميلدر قاسين كرا هذه منه قاسين كرا ميلدر أكي سو قاريو إنه ميل فوق أكي سو قاريو لكن ما يشفق أكي سو قاريو الغالنا إلا أجدد وحي الإعلان عندك اللغوية رسالة دو آلان كلام خشيو فلك قفك الصوت ليرا مناسبة هذا قفك الصوت كما أنا مناسبة هذا قفك آذانك قف آذانك بأن صحي أقول أي أجيرة ضد بغنو حتى مكي آذان بيان أن آذانك صحي أقول أبا جيرة قفك الصحي يقان وكلماتك في الصحيحة أو أرنكرة واضحة أو أرنكرة بالهرم لي أمينك يعني شروا بها أنصامر لي أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت شروا بها أنصامر لي الله فيرني مثل ما أفضل قبلا إلا ضد كسكو تشين من نغونا يعني انت والله بغاني كي كو هبون وغفضي بغان الله رمضي هل قادة إسكم تكوّر نغوان ولا ودودو ولا رمينو سرورها اسكسو بحي أيهين ولا في النادان كان أنا هاري وايان نقول بالي أنا ربا أنا ربا مخالص مني يعني هل لك الله فيرني ثم أفضلهما مركك بعد هذا وحال فيرني هذه كهر اسكو متخن غضين أفضلهما كودي فضي غضن في دينه دين كيس دين كيو حال غالي يضع على اللي أيهما أطوى لله تبارك وتعالى لبذل كيف إلهي أضيعيه وأمرك إلهي فننعه ونهي الشرع وكنهي كهريه وحق ورعي تقوى ضلن كسب الإيبية وعقله نوى الإيبية وعقله كيكو فضي بلن إلا دفكو عقله واسكو مال ما اسكو سي واسكو الوحلو ومال ديجن مارك عقله مثلا وحا كمي ده قفكو مارتي مهوها وقت جيسة إيه هي أدي سي الشكل جيسة قاعد أفرتبه مرتبة مرتبة وعقله كمي ده iskaka sano iskaka la daad sana jira dadku meel hawl isku dhaafaa dadku aad iyo aad isku dhaafaa haga tartiibka manzarka haday noqoto xuduurka haday noqoto xiyaara badan marka loo eego hawl yar mark tan hawl u qaran xeyaa marka waxa kala aqliga ka mid ah dadka sida uu dhaqmayso sida dadka uu dhaqmayso waana dadka waxa weeyaan waa la dhaqmaayo si saam ugu la dhaqmaa oo aad buu ugu dulqaad badan yahay uu soo dhaweyn weey uu dhawo isoo dhaweyn og yahay in meeshii masaajidki waa meel mujtamaci isugu imanayo marka muadinka xanaaqa badan oo haddii wax la weydiiyo dhibsanaya iyo midka aliifka ah dadka maartay muxuu ahaa dabeecadkooda u dhow oo isfahmi og yihiin oo dadka u dulqaadan og
فالهرمرنية كاس الهرمرنية ثم أفضلهما في دينه دين كيسكا قفضي بغان إي عقله عقله صلى الله عليه تيه هذا يسكم يتفن غلان ثم ننبغ الهرمرنية يختاره أي دوستان الجيران درسك درسك مساجدك إلا درسك مساجدك هو جماعة دي مسجدك وضفك مرحبا جماعة دي مسجدك كنت كنية قفك مرتع أي أخلاق دي سائية طبعي دي سائية دلقات دي سائية دبال كي سمساجدك وكل دبال يأيو وقت قعو إلى علينا يأيو لا يعني لنا يفر بضا مثل الله أيهو وحال هيا بعدتك جماعة دي مسجدك كنت كنية دي كنية كلا دوستان دورشان غي لي وينك لا يقاني مركي جيرانكو ضدكو قفكو ضغط فالله أكبر لي أما قفكي جيرانكو نعيي كهانا يعني لا مايا قال الله أكبر لي طيب ثم مركا كبعدي قرعة والله غرب ثوريا قفكي قرعة دي سوصوب حضا أم بمار في محوها أي الله ثوريا ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين ككسبنا مع نبي حليه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا تتكو هدي أغان لهايين أذانك فضي كجرة يأجرك ثواب كجرة يصفك خراء يصلاة فضي كجرة هدي تتكو أغان لهايين حقيقة أغان أغان لهايين ومركا قفك أون سكر كفلين إلا أخرى تورا مويه يعني ده كيف أكون بطيء؟ نقول بروحه أنا روا أنا روا أنا روا أنا روا ولا سو بطيء ما أعرفه ولا قرط ثورة يا مرت هذه أقان لهايين لفسهمه ويقرط ثورة لهايين بقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضي سعدي على أبو ذي مرت إذا هو سده ترى ولو درجة بخروا حلو إيه جيا كيف كورا فضي بلن حق هذاك الحديث هذا روح حلو إيه جيا دينك يا عقلك في قوري هذا نوع له إيه جا دور الشلة ترسك هذا نوع مثلك بعدي والله مرتوري وأفر مرتوي برضو دور الشلة مسجد أهل دتك جيرانك مسجد كلا أهل حي المسجد وحكو جرا أيضا الله بيدا وأيضا اعتبار كذا له دور الشلة اعتبار لا حي الجهة المسؤولة عن المسجد جهانا مركز مسؤول كاكا مساجد السيدة بضان هذا هو دمار أسنة كان جوكتان وقال قد بياهي ليهين إذا هو مساجد إسكا شعبي دولة دي مما مشو تذكر مسلمين تاخالي مركو قد بيال بيليه أما جمعية الخيرية هي هوستاقان جمعية دي سنة هي هوستاقان أما قد بي مسجد كا يهوستاغان مركا اتكا في مركا وادتكا لي راهدو الجهة المسؤولة عن المسجد جهاز المساجد كمسؤول كا اختيار كذا يدنا لينا والله قدرنا يا يدنا اختيار كذا الله قدرنا يا طيب لكن هذا مصنف كوم الشيقين سببتونا او الشيقين ده وقت قاسا جهوين بوريهم معينة هو مساجد كمسؤولة ايا لغايا وعيني نجرين مركو مصنف كتاب كان اللي فيه لكن هذا جهوين بضن المساجدة مسؤول كأهبا جرا مركز ساسا مركز الله سبعين ايا طفكي آذان ايه ويطاس طيب آذان كان افتسانو ايمانو وحوليه مركز مصنفكو وهو آذانكو 15 جملة شن يطلن جملوي مؤذنكو سيرو استعمالي يرتلها وترتيلنا يا ترتيل هو معي يعني يؤديها جملة 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 بوورايا واضحة يضا واضحة هنا الكلمات كي يحروفتي وننقار لقيمين هي حرف كسة كلمة كسة حروف تدعو لما يستري أي ألام يساس واخرين يعني. على علو ميرسة فايسة نواكا وكو ألامي نقول نقول مركة وهو 15 جملة طيب سيكون نقول بيها هذا كان دي نقول نقول مركة هذا دي المؤذن وفكي المؤذن
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا كلمة الله أكبر 4 مرات بالشفع العلوي مرتين. الله أكبر واجب له، الله أكبر واجب لك عليه، الله أكبر واجب لك عليه، الله أكبر واجب لك عليه. يعني الله أكبر تقوله الرئيسة وأربعة جمل، هاي 4 مرات بالشفع العلوي، هذه 4. طيب معاك هيك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والغجر الشهادة الأولى، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا والغجر. إذا الشهادتين كي شهادة الأولى ومرتين، شهادة الثانية ومرتين، 4 مرات. طيب 4 جمل، 4 الله أكبر هي 4 شهادتين كي اسكو دروا النساء وسيدي عقايدي سوكر مك. حي على الصلاة، حي على الصلاة، والله بجيف، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والله بجيرو كلام. إذا حي على تيكينا 4 مرات اسخدر سيديدي 4 وجي 12 كم باقي لك؟ صدق ركو باقي هو أصلا هاي تكبيرتي بصور نقو. الله أكبر الله أكبر، والله بجير لبدي جير لبدي جملة كو إضافية لبدي طبعا كي أفر يطبع بين غط مع كود من هل مدى لا إله إلا الله مرة واحدة، هذه 15 جمل مرة، 15 جمل أساسية. إذن وهي 15 جملة شنئية من جملوي مركو آذان ينا مؤذن كو يرتلها وترتيلها، يعني ترتيل قوام هاي، وإن ترى هذا جملة جملة وهذا هو الأفضل. وسيدي هذا مثلا كالسوقات تكبيرتي الله أكبر الله أكبر، سوف أنا قلت هذا الله أكبر قولي الله أكبر قولي كلمة كالسيدي هذا دورنا يرتلها أساس وجيلة وهو الأفضل، خاصة أفضل على المشهور في فكرة جفت مركة وعلوم الله إذن الشيخ واسده تكبير توحي لنا ووصلنا واسده الله أكبر الله أكبر واستخرا الله أكبر الله أكبر تيهر معايا عيد الله أكبر الله أكبر من مدى دعو رئيس لكن هذا في الحير للنساء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساس الله بالله ويشو حريفة كلمة التكبير سيوها كله ساس حجر لكن مدى أفضل كاهي إن لك لقوقو يو كلمة كلمة لو يريد لتبتيليو ساس هو الأفضل على هو الأفضل على علو يعني مكان صري وحاها بون مؤذنكم مخو أذاميو أذامي أذاميو ميل سرق نفوله لماذا؟ هاي يلا ميل سرقفكم مخو تشوغو دوق يسو ميل فوق بوغاري كرا دوق يسو ميل فوق بوغاري كرا وجيتكونا وإن دوقو ميل فوق جارو مركا مركو إنو ميل فوق منار دوق نفوله بساجدو منار دوق يعني يحاولي صوتك وقاسي هذا مركب لما ما يستعمل هذا مركب مكرفون أقوى تركيبا مكرفون كنا يبعد الصوت غير فوق مقنعي ولأجل ذلك وحاولي المكرفون في استعمال جيسو ومطلوب ومطلوب حيالي صوتك ميل فوق مقاسين كرا ميل فوق مقاسين كرا ومطلوب مركب هذا مكرفون كيبا كافية
يعني ميل فوق لفوش. طيب متظاهرا حاله يعني مضها رقبة، يعني قف المؤذن كان وضها رقبة، وهو قضها رقبة يعني من الحدثين الذي حدثنا، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وقتي يقوم وإنه ويسقب أوي إما واجبة مايا سمو ويسقب وأذان كرا إيه على أكمل حال وإنه وهذا لكو أذان سمو ويسقبه وإنه أذان وإنه أذان لك متظاهرا من الحدث الأكبر والأصغر. حدث كي أكبر كها هي حدث كي أصغر كها هو سنة يعني مستحب ليس واجبا، ليس واجبا هديه لي لمركة أنا ذلك وآذاني كرا سبب محارقة بي بين غنس. وخفك هذا وحي ليه يكره أذان الجنوب دون أذان المحدث حدثا أصغر. قفك جنابة غضائن وآذان يكره يكره وكراه هذا لون. لكن قفك أن ويسد قريب وجائز إنه أذان. إذا ما شفت لك وحكى صوب حضي سدح مرتبه مرتبة الكواد وهو الأفضل وسيدة أفضل كاهي وينه ظهار قضاء وينه ظهار قضاء طهارة الحدثين لبضوا حدث الأكبر نوعين وقد ظهار قضاء حدث الأصغر نوعين وقد ظهار قضاء مرتبة لبعض و إنه يعني محدث حدث أصغر حدثا أصغر صدوة وساء وثقب لكن جنابنا أنقب جنابا ما قبوا وحدث الأكبر ما قبوا لكن حدث الأصغر بجروه مو وثقبوا وأذان كرا ومباح أذان كيش إنه أذان ومباح درجة الصدحاد يسقو محدث حدث أكبر صدوة قبا إنه آذانه ومكروه صدح له وهكذا المكروه إنه أقيمه سوى ويسقب ودي أقيمتان كيو يسيو يأذانك ولا كمسار يايو أذانك ولي علام بك سلاة اللو ييريو لكن إقامة سلاة دي يدقينيا مكا مكو أقيمك بعد مي يتقي ياهو يصدونا يا وسلاة دي ملا قيريو إمام كمية ساسا لونا إنك مكروه يقول نخوتي إنه أقيمه سبعون سبعون ويسقبين. أما آذان كوجائز سوى حدث أصغر قضاء هو يسقبين وآذان كرا أما حدث الأكبر والمكروه وهكذا ويغن الشرط يا حبون حبون ينبغي يا شرط أورانين ينبغي وحبون قفت المؤذن كمستقبل القبلة وين القبلة دقا بالشيء لكو آذان وين القبلة أجيرا قبلة من وجهها لأنه هذا اللي هو الذي ورد سداسة صور وقت والعباد عبادة وحاها بوني قبلة من وجهها جعلا حال يهي مديالي إصبعيه لبدي سفر وفرهان ليلة هذا مصبح هذا عربي مصبحانا وليلة هذا صبابنا وليلة هذا أفرت اسمك على الكوي أف سمالك مروك فتدا هنا وانا لها مصبحة ولا إرادة يو قف مكو تصبيح سنة يو أما أو تشهد يو أيكو إشارة سبابا ولا إرادة يو غالبا لوقف مركة مرمى يسو ولا اسكو في قاع يلا لفرت اللي اسكو ما مركة ولا قد قال ما يوري أفرت هذا يجي بورانا يو عندما بل خدعها بصورة قلع مركا ساسا سبابا لو يرى لبا غفو يسعى يسعى ومرو ما يسعى ما يسعى تاك تاك ساسا مركا عامل سبابا لو يقو بيخي مركا نقع سواني بحنون نقعنا مركستو مركستو فرتصول كان التوي لبا لا فراد ايو لبا اللقاها قلنا ايا مركو آدامي جاعلا حالو ييلي اصبعيه لبا دي سفراد في ادريه لبا او ييلي مركا وانا صور طيب الصحابة دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كآدامي جفتي هي سيدة يلي جرين. طيب
midda kale sawdka wuxuu siinayaa markii aad dhagaha saa faraha geliso dhagaha xirtid sawdku quwuu yeelanaya iyo xoog iyo irtifaac. Gayra mustadiirin, mid wareegaya xaal uunan ahayn, yacni meeshii aad ku aadaabayso istaagtay waa inaan cagahaagu ka dhaqaaqin ilaa aad adaan ka dhamaysid. Qibladan aad ujeedaa, maaha qof soconaya wareegaya oo hadda meel ujeesanaya inaad noqotid. Soconaya afarta barjiho midba mar ujeesanaya wareegaya inaadan noqonin. Qibladaad ujeedaa, saad utaagneed baad utaagan tahay markaasaad aadaamaysaa, ilaa iltifaatka soo socda mooye. Iltifaatkuna madaxa keliya unbaa dad baysaa, luqunta dad baysaa, dhabarkaaga aduu taagan. Mustadiir ma tihid, bas iltifaat keliya un. Multafitan, xaal uu yahay mid daymoonaya, fil xaycala, xaycalada dhexdeeda, yamiinan wa shimaalan, bidig iyo bidix. Xaycaladu waa qowluka aad tiraahdo xaya cala asalaah, xaya cala alfalaah, labadoodaasa xaycalatayni la yihahdaa. Xaycala, xaycala, marka waxa weeyaan waa xaya cala oo laysu geeyey hal kelima laga dhigay wey, xaya cala, markaasa xaycala la yihi. Marka xaycala sida basmala loo yiraahdo bismillah oo kale, bismillah ayaa basmala lagu soo gaabiyay iyadan hal kelima looga dhigay, kelimaad saasi. Xawqala ayaa lamida, xawqala, laa xawla walaa quwata, laa xawla walaa quwata ilaa billah, xawqala. Xamdala, alxamdu lilah, baa xamdala lagu soo gaabiyay arasa iyo wixii lamida. Marka xaycala ama xaycalatayn wa qawluka xaya cala asalaah xaya cala alfalaah aa tiraa. Saas darteed uu leeyahay multafitan, xaal uu yahay mid daymoonaya muadinku fil xaycala, xaycalada dhexdeeda mid daymoonaya, yamiinan wa shimaalan, midig iyo bidix. Markuu xaya cala asalaah leeyahay ayuu luqunta dadbayaa dhinaca bidix midigta, xaya cala asalaah, xaya cala asalaah, markaasuu haddana xaya cala alfalaah bidixu leeyahy. Multafitan fi lxaycalati yamiinan wa shimaala. Tayib, qaabka loo leeyahay waa qaab sidee ah? Marka laba qaabba way sheegeen culummadu, laba qaabba way sheegeen. Mid saddexaadna way sheegeen, laakiin midkaas saddexaadi waa la daciifiyey, labahunba qawi ah, laakiin saddexdoodaba waa sheegeyna. Bidi waxaa weeyaan markuu soo gaaro xaya cala asalaah ayuu luqunta dadbayaa oo midig u jeedinaya afka, sidii uu u taagan yahay jirkiisa kale iyo xabadkiisa iyo kulligiis qiblada u jeedaa, laakiin luquntu dhinaca u dadbayaa oo xagga afka u jeedinaya, luqunta keliya dadbayaa midigta. Markaasuu leeyahay xaya cala asalaah, xaya cala asalaah, midig uu dhacaya. Markuu xaya cala asalaah dhihi rabo tuuna dhihinin, ayuu haddana bidix luqunta u dadbaya. Markaasuu xaya cala alfalaah, xaya cala alfalaah, sidaa buu leeyay. Hadihi siiqa shakliga marka sidaasihi sheikhu wuxuu leeyahay huwa almashhuuru wahuwa dhaahiru sunna, saasa mashhuura sunada daahirkeeduna waa saas. Sheikh Sharixa Sheikh Uthaymiin baa sidaa oranay. Siiqada kale, qaabka kale, siiqa maahane qaabka kale ee la oranayo fuqahadu sheegay waxa weeyaan midigu wuxuu leeyahay xaya cala asalaah, haddana bidixu u jeesanayaasu xaya cala asalaah uleeyay. Xaya cala asalaah dee labadii goor oo xaya cala asalaah la oranayay ayuu marka horena midigu oranayaa, marka dambena midigu oranayaa. Hayada xaya cala alfalaah sidii kale u yeelaya, xaya cala falaaxda hore midig buu oranayaa, xaya cala falaaxda dambena bidix buu oranayaa. Farqiga tii hore udhaxaya iyo tan dambe udhaxaysa
تي هره وحي هاي حي على حي على الصلاه لبضب ميدك بو ورنيا حي على الفلاح لبضب بيدح بو ورنيا هذا لبضي بو وداجليا حي على الصلاه ظهره ميدك حي على الصلاه دم بيدح هذا انا حي على الفلاح ظهره ميدك حي على الفلاح دم بيدح بركه لكن ميدي هره اي شيخ ايو فضي يعني في غلا خلص بحاد وهذا ضبك السمعيان ضبع سمعية ولا ضعيفيي ولبا وشيخ أنا ده شارحة يقولي لا أصل له أصل ملح حويا أستوى أجي إذا مؤذنكو كبلدي أيوه بلابي حي على الصلاة لي حي على انتورها قبل له تشيري الصلاة مركو لها أنا ميدقو لغوتي وضبطي مرك حي على الصلاة دي أيو قيبنا أسوه قبل له تشيري قيبتا كاليتنا أسوه بدي ميدق وضي ماضي بغيري مرك وحوب بالله بي سوه قبل له تشيري مرك سوحيو دمني ميدق وحوب بالله بي سوه قبل له تشيري مرك سوحيو دمني بده تاسو عليه لا أصل له سيسكو لي هاي الشيخة شارحة أصل مرة أما الله وضع هوري ولمو الشيخين لكن هو فضي لي مد هوري وحي على الصلاة حي على الصلاة وحد بالله به هذا وجه وجه المدي وحد بالله به وضع بضعيني هذا مدي وجه لا رجل لا رجل بلي حاجة بنا دايمون إساء مركز حي على الفلاح لا غادي بأورا نيسا هذا هو الأفضل المشهور بولي هذا هو المشهور وهو ظاهر السنة سيدة أسبو شارحه أي فجح قائلا حاله أورا نيو بعدهما أي بعد الحي على تين لا ولا حي على تين حي على الصلاة هي حي على الفلاح لبدو ذك بعدي حال ورميو في اذان الصبح اذان كالصبح صلاة فجر خاصة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الصلاة صلاة خير من النوم قردوه كخير بضنطة لا شك إنك خير بضنطة مرتين لبجربوا ورميو بعد الحي على كين مركو حي على الصلاة حي على الفلاح يا رحل كدب أيوة يا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم تغجر فقصوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لي أذان كل شيء يعني وأذان الصبحي أذان الصبحي وي طيب أذان الصبحي ما كيل وجي إذا مركم أذان كهرام سوى أذان كدنبو أذان كدنبوي أذان كهري وفي الليل إن بلالا يؤذن في الليل من النبي صلى الله عليه وسلم بلالنا أذان كورو أذان مجري بلال همين كيبو أذان أما أذان كصبحي وبعد طلوع الفجر فجر كمركو بشك بعد أذان كأهوي أذان كمرك حي صلاة خير من النوم لعرنا وأذان كبعد الفجر مركو فجر كل شيء لأذاني وصغادة كان عرما تدبا أفهمين كان هراء وياي لا كان هراء الصلاة خير من النوم لغرا مايك كان ضمبة اللي فجر كل بقى أذان بولي غالبا في النوم أذان كضمبة وحويا صلاة وعيدا لا توه فجر كل كل شيء لأذانه أذان كصلاة عرمية طيب وحنا لو قمنا عابا كلمة الصلاة خير من النوم وحنا لو قمنا عابا التثويب كمركو هو النهاي سبب التثويب كله مقام كلمة صابة صابة بمعنى رجعوي صابة بمعنى رجع إلا مؤذنكو مركو هوري صلاة ودفك غير حي على الصلاة أي سوير مرة بعض وكل مقام يا مركا مركا سوليا الصلاة خير من النوم صلاة الصديقة مركا لكل مقام يا مركا ورسالة اللي بانت أكارا يا هاي حضرة وحالة ليه
وصل هذه هردة كخير بان حال وقت يا وقت ده تكون خد ياوي وهردة دو معان تاعي وحال لي واحد كل شيء صلاة ده كاجا خير بان صلاة ده وين مو مطلع بعضه مركب فضل جيدي أي بدخي وقول نقول يا أبو علينا يا سافة تسويب لوجو من عربي صلاة سبحان الوجود يا لي هذا كذا إلا وقت يقدر آد وفرد يعني وفرد مع السنوي قائلا حاله ورمي بعدهما بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة الصبح أذان كذا ولي هي الصلاة خير من النوم مرتين لبا مر ساسو مرة قفك المؤذن كاه هذا مرة حان صبر أني قفك المؤذن كاه أذان أذان يي يعني وحويا أذابتي سجل لقرخبي إيقافك أذامي في ألفادي آذانك أنت عدد كيلو تهي إيقاف كيدي أمبان أمبان مكا يا صبرنا هذا وجه كذب بيه من خوفه قلي دونا إقامة لي أيضنا أيضنا قاك الله أعطينا يو إيو كلمات كيدو سيدا أيهين وأنا أيضنا أكدونا إن شاء الله تعالى وسدرسي قدم بإذن الله تعالى وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.